ازيكم؟ عاملين ايه؟ كام واحد مننا عنده اكونت على الانستجرام ونفس الاكونت بتاعه ده يكبر، يتملي بقى فولورز حقيقيين، متابعين حقيقيين، لايكات بقى وقلوب والحاجات اللي على الانستجرام دي. او نفسك انك لما تنزل فيديو او تنزل صوره او اي حاجه تلاقي ناس حقيقيين بيتفاعلوا وبيعملوا لك اعجاب وتعليقات والكلام ده على الصور بتاعتك. اكيد كل اللي بيتفرج على الفيديو ده نفسهم في كده. فيديو النهارده بيتكلم عن ابلكيشن بيجيب لك فولورز اولا حقيقيين، ثانيا مفيش اي مخاطره على الحساب بتاعك انه يتبنى او يحصل له اي حاجه من الانستجرام، ثالث حاجه ناس متفاعله، ناس حقيقيه هيتفاعلوا مع كل حاجه انت بتنزلها. طب ازاي يا عم نجيب الثلاث حاجات دول؟ ده اللي هنعرفه الفيديو بتاع النهارده. بس حابب اقول لك انك لازم تكمل معايا الفيديو لاخره، وده عشان ايه؟ عشان اولا تعرف كل حاجه عن الابلكيشن ده، ثاني حاجه تحقق اقصى استفاده منه او ازاي تحقق اقصى استفاده وتجيب اعلى عدد فولورز ممكن ولايكات والكلام ده كله من الابلكيشن ده. فتابع معايا للنهايه. بس في بدايه الفيديو ما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده وتشترك في القناه بتاعتي من تحت عشان يوصلك كل جديد اول باول لو انت مش مشترك. وبس كده بندور رغي كتير، يلا نشوف الابلكيشن ده بيعمل ايه. طيب اول حاجه هسيب لك لينك للتحميل بتاع الابلكيشن ده في الديسكريبشن تحت. هتنزل الديسكريبشن هتلاقي لينكين، لينك للاندرويد ولينك التاني للاي او اس. تعالوا بقى نخش نشوف ازاي نحمل الابلكيشن ده ويلا بينا. اول حاجه لما تخش على اللينك هيفتح لك الويب سايت الرسمي او الموقع الرسمي بتاع الشركه بتاعت الابلكيشن ده. هنخش دلوقتي هننزل تحت هتلاقي داونلود اب ناو، هندوس عليها. اول حاجه يقوم محولك على جوجل بلاي او البلاي ستور عشان تحمل الابلكيشن بتاعهم من هناك، بحيث تطمن ان البرنامج ده ما يكونش سبام او فيك او اي حاجه. هندوس على انستول، هنستنى لحد ما يخلص وارجع لكم تاني. وببساطه الابلكيشن خلص تحميل لان هو حجمه صغير جدا، هندوس على اوبن. دي واجهة البرنامج، هتسمح له طبعا انه يخش على الميديا بتاعتك والجاليري لانه هيتشوف الصور والحاجات دي. هنعمل له على كل حاجه ونخش معانا الابلكيشن. هنا انت محتاج طبعا انت ما عندكش اكونت لان اول مره تفتحه، هتدوس على كلمه ساين اب دي. هتكتب اسمك وايميلك والباسورد وباسورد، مش شرط بتوع الانستجرام، اي ايميل واي باسورد بحيث تسجل بس هنا. انا بالفعل عندي حساب عليه فاعمل لوج ان على طول واخش. طيب اول ما تفتح الابلكيشن بقى وتعمل لوج ان لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وبتقول يا هادي، هتلاقي البرنامج بعت لك هديه بيرحب بيك كده، بيقول لك اول يوم اهو هناخد 50 كوين. كده خدنا ال 50 كوين دول. طبعا لما تيجي تفتح بكره هتدوس على دي 2 دي وتاخد بقى ايه الهديه الثانيه وهكذا. هندوس كام تمورو، ماشي خلاص. جيت كوينز ناو، مش دلوقتي، نخش بقى دلوقتي. طيب بمجرد بقى ما تسجل وتعمل ايميل جديد وبعدين تخش بقى على الابلكيشن هيطلع لك صوره كده ايه، شخص حقيقي كده زي زيك عايز اللي يعمله لايك على الصوره. فانت ببساطه هتدوس على اللايك دي اللي جنبها زائد 20، هتدوس هتلاقي الكوينز بتاعتك اللي فوق دي، شايفين انا معايا 1630، هتلاقيها زادت 20. وهكذا تقعد تعمل لحد مثلا ما تجمع رقم معين، وهو اللي هنعرفه دلوقتي لما نخش على تاني خانه دي. هتلاقي جيت فولورز هنا، هتدخل بس اليوزر نيم بتاعك، اليوزر نيم بتاع الاكونت بتاعك. مجرد ما تدخله هيطلع لك بقى الحاجات دي كلها. بص بقى هنا 10 فولورز و10 لايكات ب 1800 من الكوينز دي. الكوينز دي اصلا اولا انت ممكن تجيبها في 3 دقايق تجيب ال 1800 دول. الموضوع ده هيتكرر بقى مع ناس غيرك، يعني انت مثلا دلوقتي عملت لايك لحد عملت له فولو، انت هو شخص حقيقي. هيحصل بقى ان صورتك والبروفايل بتاعك هيروح لشخص تاني حقيقي برضه، هيعمل لك لايك ويعمل لك فولو، زي اننا بنتبادل مع بعض الفولورز واللايكس والكلام ده كله، بس بطريقه شرعيه وبطريقه امنه 100% وما فيهاش اي خطوره ولا اي مشكله. وزي ما انتم شايفين الاكونت دلوقتي او الحساب بتاع البرنامج ده بقى فيه 1830 نقطه، فبالتالي اقدر اخش هنا ببساطه كده. الاكونت بتاعي فيه 120 فولورز زي ما انتم شايفين، او ده مش بتاعي، بتاع اخويا يعني، فيه 120 فولورز. فببساطه هدوس على اول باكج دي وادوس جيت فولورز ناو، بس بيقول لي تهانينا يور تاسك، ماشي كده خلاص. كده المفروض بمجرد يعني 10 دقايق كده ربع ساعه بالكتير هنلاقي الفولورز بتوعنا زادوا ال 10 وكمان 10 لايكس. استنى ونشوف ايه اللي هيحصل. وزي ما انتم شايفين في اقل من دقيقه ولا حاجه الاكونت بقى 126 زاد 6،
وكمان لو سبته شويه كمان هيكمل لي بقى العشرة، وبكده نكون اتاكدنا ان فعلا المشتركين بتوع البرنامج ده بيوصلوا وبيكونوا حقيقيين كمان. زي ما انتم شايفين كلها اكونتات حقيقيه مش اكونتات فيك او حاجه، فبالتالي لما تنزل صوره او حاجه حلوه هيتفاعلوا معاك ببساطه وبسهوله. وبس كده وبس كده، دي كانت نهايه الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده وتشترك في القناه بتاعتي تحت عشان يوصلك كل جديد اول باول. وبس كده، سلام.